اتأخرتي كده ليه؟ أنا قلت إنك مش جاية. وإيه يعني اللي هيخليني ما أجيش؟ أنت بتشربي إيه؟ ولا حاجة. اتفضلي. خير؟ أنا قصدكي في خدمة. أنت تؤمري؟ أنت عارفة إن إحنا دلوقتي عايشين لوحدينا. قلبي عندك والله. ما تأخذنيش يا أختي إني ما قدرتش أجي أعزي. لا أبداً، كلك واجب. وانت ما تعرفيش معزتك في قلبي عامله ازاي. صادقه والله صادقه. الدنيا وحشه والناس ما بترحمش، والمرحوم الله يرحمه لكن عنده معايش ولا مال، واحنا على باب الله. طب بقولك ايه، خدي دول. والله ما معايا غيرهم دلوقتي. انت فهمتيني غلط، انا ما اقصدش مستوره والحمد لله، انا قصدكي في حاجه تانية خالص. خير يا اختي. عايزاكي تشوفي شغل الهالة. هالة؟ عايزاها ايه؟ تتوظف يعني؟ وظيفة ايه؟ هي الوظيفة بتجيب فلوس برضو؟ لا، عايزاكي تشغليها معاكي. وماله؟ هالة حلوة ويجي منها، بس هي هترضى؟ أنا هخليها ترضى. ازيك يا كريمة؟ عاملة إيه؟ أنت هنا يا سامية؟ كويس، أنا عايزاكي. ازيك يا خالتي؟ الحمد لله. جرايا وليه؟ هتخليني واقفة على الباب كده مش هتقولولي اتفضلي؟ اتفضلي يا خالتي. كتر خيرك. أمال فين هالة؟ أنا هنا. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ عاملة إيه؟ إيه يا بت؟ ما بتسأليش عليا ليه؟ أنت مالكيش لو أنا برضو كبيرة وأنا اللي أسأل عليكي، ما أنت برضو زي ولادي ولا إيه؟ طبعًا يا خالتي. إيه بصوا، أنا عايزاكم أنتوا الاتنين. يا إيه يا وليه؟ ما تروحوا تعملي لنا كوبايتين شاي، ولا أنت متضايقة إن أنا جيت أزوركم؟ شايك تقيل؟ ولا خفيف؟ بحبه على نار هادية يا روحي. تعالي يا خالتي، اتفضلي اتفضلي. أنا بيت يا سامية، مش قلتلك قبل كده تتهدي شوية؟ ما أنا مهدودة أهو، وليل ونهار شغل ما بعملش حاجة يا خالتي. أنا قصدي الهدة التانية، تهدي سرك وتلمي نفسك شوية. وبعدين يا أختي، أنت كمان أوعي تسمعي كلام أمك الموكوسة. أنا عارفاها بتفكر إزاي، ومش عايزاكي تخيبي خيبتك الأولانية. أمك دي أنا عجناها وخبزاها، وعارفة هي بتفكر إزاي. البني آدم عندها بتقيمه باللي في جيبه، ولما يخلص اللي في جيبه يبقى ملوش عازة. لكن اللي عنده كرامة وراجل بصحيح هو اللي زي أبوك الله يرحمه، هو ده اللي يتحط فوق الراس وفي نن العين من جوه. الشاي خليه مني ليكي، اشربيه. ساتر يا رب. طب بتقولوا ايه العقربه دي؟